عايزة أتكلم عن فكرة التطوير أو التحسين الذاتي، أو إن احنا نتخلص من أي عادات سلبية في حياتنا أو حاجة احنا عايزين نغير منها من حياتنا، وإن احنا نسعى بكل جهدنا إن احنا نبتدي نكتسب عادات جديدة أو نعمل حاجة جديدة. كل الحاجات دي يا جماعة صدقوني بتاخد وقت طويل، علشان ما نجيش في وقت نيأس ونيجي وقت نحبط نلاقي نفسنا ان احنا مش قادرين نكمل، او ان احنا مش قادرين نعمل اللي علينا في البداية. نبتدي مثلا ايه، نقعد شهر مثلا شهرين نلاقي نفسنا خلاص مش قادرين نكمل، او ان احنا مش نقول لنفسنا ستوب، لا احنا مش هنقدر، احنا خلاص نفسنا اتقطع، او احنا مش قادرين نعمل كده. عايزة افهمكم او اعرفكم ان كل حاجة في الدنيا بتاخد وقت، وفي عادات بتقعد سنين عشان نكتسبها، فالمفروض ان احنا ما نيأس، المفروض ان احنا ما نيأس، لان اليأس لما بيجي بيبوظ لنا كل حاجة احنا بنعملها. فلازم نبقى فاهمين ان فكرة التطوير، ان احنا نطور من نفسنا، التطوير الذاتي، وان احنا نحاول ان احنا نعالج عادات سلبية موجودة في حياتنا، او نحاول ان احنا نتخلص من طاقة سلبية، او من اي حاجة احنا عايزين نغيرها في حياتنا ونخلي حياتنا تبقى افضل واحسن. كل الحاجات دي بتحتاج وقت، بتحتاج استمرار، وبتحتاج ارادة، لان في ناس كتير زي ما اتكلمت قبل كده وبيسالوا ولقيت في ناس كتير بتبقى في البدايه مية مية وماشيين صح وكل حاجه تمام، بس بيجي في وقت خلاص بيتعبوا. يعني اللي هو يعني مثلا هديكم مثال، ان حد مثلا بيشرب سجاير، او حد عنده عاده مضايقاه او حاجه بيعملها ومش قادر يتخلص منها، وفي البدايه بيبقى تمام وبيمشي تمام اوكي وبيبطل ما وهكذا. وبرضه بالنسبة للبنات أيا كان بقى العادة اللي هي عايزة تكتسبها، ان هي مثلا عايزة تنام بدري، عايزة تعمل حاجة جديدة، عايزة تغير من حياتها في حاجة معينة، ففي البداية خالص بتبقى ماشية تمام وكل حاجة، بس تيجي في نص الطريق كده تلاقي نفسها مش قادرة تكمل، فبتيأس، تحس باليأس. لا، فاحنا عايزين نفهم ان الحاجات دي، كل حاجة في الدنيا بتاخد وقت، تاخد وقت، وقت طويل. في عادات ممكن كمان تقعد سنين، فاحنا المفروض نبقى فاهمين ده، وفاهمين ان كل حاجة بتحتاج مننا وقت، وبتحتاج مننا ارادة، وبتحتاج مننا استمرار. يا رب كده اكون قدرت افيدكم، وحاولت ان انا اكد على الموضوع ده، لان في ناس كتير بتيجي في كده في نص الطريق كده وتقول خلاص انا كده ستوب، وانا مش هقدر اكمل، وانا يعني انا الموضوع صعب بالنسبه لي، وانا مش يعني بيبقى نفسهم قصير، فحبيت ان انا اكد المعلومه.